هفين الغرام كده اقول كلمتين في حق الشعنونة انثى برج القوس. هي شربات دلوعة جميلة وسريعة البديه قوي، يعني خلي بالك ما تعملش نفسك ذكي وما تفتكرش عشان هي تلقائية وبتعمل نفسها مش واخدة بالها ان هي غبية وما بتفهمش. من اسرع النساء في حتة سرعة البديه. لا بتفهمها وهي طيب، ايوه بتفهمها وهي طايرة وما ينزهقش منها. هي صحيح صوتها عالي، اي نعم دايما اقول، وضحكتها يعني بتبقى عالية شويتين تلاتة 25، انما برضو مقبولة وطعمة ولذيذة وفرفوشة وطموحة ومستعجلة، وممكن اوي لما تحب تديك كل حاجة. بس صدقني ايضا من النساء اللي تبيع بسهولة لما تكتشف ان انت طلعت لا مؤاخذة مش ولا بد، ما تستاهلش. لا خلي بالك ما بتعش في الندم كتير. مش هطول عليكم يعني، إلى اللقاء.